عقدت أمانة اللجان المتخصصة بحزب مستقبل وطن أول فعاليات منتدى الحزب بعنوان آفاق جديدة ضد التطرف، تحدث فيها نخبة من المتخصصين وقادة الفكر في مصر. آفاق جديدة ضد التطرف هو عنوان منتدى حزب مستقبل وطن، والذي يأتي ضمن سلسلة فعاليات وحلقات نقاشية تفند ظاهرة الإرهاب وتتلمس طرق مجابهة واقعية. احنا عندنا الحزب يقوم بثلاث محاور، يمكن النهارده جزء من اجزاء المحور الاول. المحور الاول هو محور نقاش، ازاي ان احنا نطلع بتعريف صحيحه لكلمات مهمه جدا في المجتمع المصري. كلمه التطرف ايه تعريفها الصحيح؟ كلمه تجديد الخطاب الديني ايه تعريفها الصحيح؟ كلمه الانترنت كيفيه تعريفه الصحيح وكيفيه استخدامه والاستخدام الامثل؟ قضيه فساد الفكر قضيه شويه مصطلحات لازم نعرفها صح عشان يكون عليها تليها توصيلات صح. المحور الثاني باذن الله هو محور ازاي ان انا استفيد من طاقه الشباب من خلال العديد من المشروعات والعديد من الافكار والعديد من الفعاليات المختلفة، زي بالضبط معسكر الغرداء السادس اللي كان ضد الإرهاب. كان هناك كثير من ورش العمل ومسابقات المختلفة حتى في قضايا الإرهاب نفسه وكيفية مواجهة الإرهاب. المحور الثالث هو محور برلماني، زي ما شفنا النهاردة ان في مجموعة كبيرة من النواب من الحزب ومن أصدقاء الحزب موجودين النهاردة. الناس بيكونوا شايكين معنا باعتبارهم ان هم مشرعين الأمة. جوانب التصدي للإرهاب المرتبطة رغم اختلافها لعلها ظهرت في شخوص الندوة الرئيسية وخلفياتهم. أستاذ العمري وضع كل المقاييس لتعليم أفضل أبهرنا كلنا، مسرحية واحدة أو فيلم أو مسلسل يهدمون كل ما تصنعوه. نحن فقدنا العمل الجماعي، لا علاقة بين الثقافة والتعليم، لا علاقة بين الثقافة والرياضة، لا علاقة بين التعليم والرياضة، لا علاقة بين هؤلاء والدين. لأن مشكلة التطرف أعتقد أنها تبدأ بجهل الدين أو المصيدة، من يصطاد؟ خطاب هؤلاء الناس، كيف يصلون إلى العقول؟ كيف يصلون إلى الشباب؟ ونحلل هذا الخطاب. الخطاب الذي بنى عليه هؤلاء هو المظلومية، أننا مظلومون. التصور اللي بقترحه أنه الأساس هو أن أنا بزود المواطن المصري طول الوقت بالمعلومات الصحيحة، أنه يبقى عندي إعلام حر حقيقة، إعلام حر في إطار المسؤولية. مسؤولية مجتمعية وسياسية يحملها ثاني أكبر أحزاب البرلمان المصري، واضعا الشباب رقما أساسيا فاعلا في أي معادلة. عمر نور الدين أونلاين.